طول اليوم وانا اشرح واتكلم وبربر، وطلعت سناب ما فيها صوت، وما اعرف ليش المشكله هذه بين سناب وبين الايفونات الجديده. ترى كل ما نصور سناب ما يطلع صوت، مو اول مره تصير لي يا شباب، وكثير مشاهير شفتهم يشتكون من هذا الشيء، والناس اللي مسوين اوه شوف الحين يطلع صوت هذا الجوال الثاني حاط فيه سناب، والله هو زين ما سمعت السالفه، بس يعني شو المشكله؟ خد ما ادري هو اندرتيكر بيلعب معاهم اليوم ولا مين. سالفة هذا دنبوش النصر بيسوون سحر على الباب اليوم عشان ما حد يسجل. لا 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 مصارع اليوم صارت. والله العظيم لو نلعب مع الهلال لنحاش. والله رب مع الباب. بس خلنا بلعب كورة فجأة وراي اندرتيكر. والله لفقع. وين بيطلع القهوة حقت؟ اه مو القهوة حقت الكاس. الله 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 يا الفخامة. الله صانع الطفولة. سويت حركة القاضي في اخوي للحين مسكين صارخ. كسرت رقبته. لا بس والله واو 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 قهر. لدني رحت الملعب، الملعب جنبي لدني رحت. اذنب يلا اذنب يلا مالت عليك وعلى شك. شنو 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 شن